عندي معرفة شخصية بالسيد سليمان ديبلو يعني، وأنا سعدت جدا بتعيينه في هذا الموقع يعني، لأني أعلم أنه ذو رجل ذو عقل مفتوح، وذو ذو ثقافة عريضة جدا، وذو خبرة في العمل في المجال هذا يعني، لأنه عملنا سويا في قضية أبيه يعني وحيثياتها يعني. ف سليمان ديبلو عقل يعني يعتمد عليه جدا يعني، وأسأل الله أن يعينه في أن يقدر يعني يدير هذا الواقع السياسي يعني، لأنه في النهاية السلام ده تأتي به الحكومة كلها والدولة كلها يعني، فأسأل الله أن يجد المعونة في ذلك يعني.